بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. تعرف مدينة قلعة السراغنة التي يقدر عدد سكانها ب80,000 نسمة كابوسا كلما حل الصيف واشتد الحر، فعندما تشتد الحرارة متجاوزة 40 درجة وتزداد فيها حاجية الساكنة من الماء لشرابهم ونظافتهم، يقوم المكتب الوطني للماء مشكورا بقطع الماء عن المدينة. هذا الانقطاع يمكن أن يستمر 12 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع كلما كانت درجة الحرارة عالية، وغالبا لا يعود صبيب الماء عاديا إلا في ساعات متأخرة من الليل، وتتحول المدينة إلى عبارة عن مشاهد وصور مؤلمة، حيث يصادف المرء نساء وأطفالا ورجالا من مختلف الأحياء يحملون بيدوزات وأواني لعلهم يطفرون بماء يسدون به عطشهم، هذا في الوقت الذي ينص فيه الدستور على حق المواطنين في عيش كريم. أما المكتب الوطني للماء فلا يكلف نفسه حتى عناء إنذار الناس قبل انقطاع الماء، ولا يبوح بالسبب الحقيقي وراء ذلك، لكن القاسي والداني يعرف أن الحجرة هي التي تدفع من بيدهم القرار إلى تحويل المياه المتوفرة في السدود المحيطة بمدينة قلعة السراغنة إلى مسابح مراكش. فمتى يتم القطيعة مع هذه السياسة البائسة التي تحرم المواطنين من الماء الضروري لعيشهم لكي يتم تسخيره لكماليات السياح والسلام؟ شكرا السيد الرئيس. شكرا.